المتشابهات والمحكمات. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إنه القرآن الكريم، قد جعله الله تعالى لبعض الناس سببا في سعادتهم ولبعضهم سببا في ضلالهم. كيف ذلك؟ القرآن الكريم فيه 114 سورة و6248 آية، منها آيات محكمة وآيات متشابهة، وإن آياته كلها تتوافق ولا تتعارض. فالآيات المحكمة هي الآيات القرآنية التي يفهم معناها بوضوح، أو التي ليس لها في اللغة إلا معنى واحد. فإذا قلت لك قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ستفهم منها أن الله نفى أن يكون له شبيه. أما الآيات المتشابهة فهي الآيات التي تحتمل عدة معان في لغة العرب، لأن اللغة العربية من أوسع اللغات، فكلمة واحدة قد يكون لها 14 معنى أو أكثر، ككلمة استوى. فكلمة استوى تأتي بمعنى قهر وحفظ، كقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي أن الله قهر العرش وأبقاه في ذلك المكان وحفظه من السقوط وتدمير السماوات والأرض. وتأتي بمعنى الاستقرار، كقوله تعالى عن سفينة نوح عليه السلام واستوت على الجودي، أي استقرت السفينة على جبل الجودي. كما أن كلمة استوى تأتي بمعنى النضوج أيضا، تقول استوى الطعام، أي نضج. فلا ينبغي أن تفسر الآية المتشابهة الرحمن على العرش استوى بالاستقرار أو الجلوس، لأن هذا لا يليق بالله تعالى، وفيه تشبيه لله بخلقه، ويؤدي أيضا إلى تعارض القرآن بعضه ببعض، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وآيات القرآن كلها تتوافق ولا تتعارض. فالمسلم المؤمن لا يفسر القرآن بحيث يكون متناقضاً، بل يفسر آيات القرآن المتشابهة على المعنى الذي يوافق الآيات المحكمة، لأنها أم الكتاب. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمسلم الذي فهم القرآن على ما أمر الله، كان القرآن سببا في سعادته، وكان له في تلاوة آياته أجر عظيم.